السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعرف على نوع جديد من أنواع الداتا تايب في أوراكل بي إن إس كيو إل. هذا النوع هو الكومبوزيت داتا تايب. طبعا من الشق الأول سوف نتعرف على الريكورد داتا تايب، وفي الشق الثاني من هذه المحاضرة سوف نتعرف على الإندكس تيبل. أخذنا سابقا شابتر 2 السكيلر داتا تايب، وقلنا السكيلر داتا تايب انه بياخذ قيمه واحد، زي ما احنا شايفين هنا عندنا الكاركتر والفار كاركتر كلهم بياخذوا قيمه واحده. اكبر قيمه كانت تاخذ 4 جيجا بايت اللي هي الباينري باينري فايل او اللونج رو. تمام. بالنسبه للريكورد variable او record data type انه احنا عندنا اكثر من scalar variable والديفرنت data type والديفرنت width بنحطهم في متغير واحد. في هذه المحاضره سوف نتعرف على كيفيه انشاء الريكورد data type، ونتعرف على الرو تايب اتريبيوت اللي بتتعامل مع الكومبوزيت data type. اخذنا سابقا في المية تايب اللي بتتعامل مع scalar variable data type. طبعا احنا في عندنا الكومبوز داتا تايب، في عندنا ريكورد كوليكشن واندكس باي تيبل ونستد تيبل واري. يعني اوراكل بتسمح لك انك تعمل تيبل داتا تايب. بالنسبه للكوليكشن الاخراميات الثلاثه هذول اللي هنا بقول لك انه when you want to store value of the same data type، اذا احنا لما بكون السيم داتا تايب زي مين؟ زي الاري، كلهم نفس الداتا تايب بيكون عندك. لكن لو كان different data type بنستخدم مين؟ الريكورد. يعني different data type at same time occurs. بالنسبه للسنتاكس في التعامل معها بسيط جدا، بنستخدم reserved word اسمها نكتب تايب، اسم الداتا تايب اللي انت بدك اياه is record، وبتعرف الفيلد بدوره. بالنسبه للفيلد اي ادي ايدنتيفاير. تمام؟ الفيلد ديكلاريشن ممكن احنا لو احنا مش عارفين نوع الداتا تايب اللي موجود له بنستخدم في المية تايب لانه هو عباره عن سكيلر فعلا. تمام. ممكن نستخدم احنا الرو داتا تايب في حاله انه احنا استخدمنا كل الفيلدز اللي موجود، هنتعرف عليها بالجزئيه العمليه. بعد ما تعرف التايب هذا بتاخذ منه انستنس زي ما انت شايف. يعني هاي الايدنتيفاير جديد نوعه من نوع التيب الداتا تايب الكومبوزيت او الريكورد اللي احنا عرفناه. هذا مثال بسيط، عرفنا امب ريكورد تايب نوع من نوع ريكورد، حطينا الفيلد اللي جواه، في الاخر بنحط فاصله مقطوطه، بعد الفاصله المقطوطه بنعرف امب ريكورد نوع من نوع امب ريكورد تايب. نجرب هذا الكلام ونروح نشوف كيف بنشتغل معاه على السريع. طبعا احنا عندنا ست سيرفر output on، يعني clear begin end بالشكل ده. ال declaration part بنعرف ايش ال record type m break type is record، اخذنا فيه ال first name واخذنا ال last ال l name واخذنا السالري السال منه، واخذنا هذا نوعه خليه 50 لان احنا مش عارفين الطول بتاعه 50، ناخذ هنا 50 بالشكل هذا، والسلبي خلينا نمبر جينيريك بالشكل. اذا صار عندي ام ريك نوع من نوع ام ريكورد تايب، لو بدنا نتعامل معاه نعمل سيلكت اللي هو الفيرست نيم فاصلة اللاست نيم فاصلة السالري انتو ام اندرسكور ريك دوت اف نيم فاصلة تحت بعض ام ريكورد. زي ما انت شايف هنا ام ريكورد، ناخده ام ريكورد دوت ال نيم فاصلة ام ريكورد دوت سا فروم امبلويز وير، طبعا هذا ريكورد واحد وير امبلوي مثلا اي دي equal 100 بالشكل هذا. لو عاوزين نطبع الكلام هذا بنطبع variable variable
database management system underscore output dot put underscore line بيطبع عندنا end record dot مثلا first. شوف ايش بعبي عندنا هن بالشكل هذا. بنعمل run للستيتمنت. اذا قال لي هو ستيف وهكذا. اذا احنا جبنا ستيف هنا من المتغير هذا 100، دور عليه جابهم الثلاث فيريبل هذول وحط كل واحد في اللي قبله، لكن حطهم ريكورد ايدنتيفاير 1 باي 1. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الاسهل انه هذا كله نوقفه بالشكل هذا. بدل ما اعرف ريكورد بالشكل هذا بعرف ريكورد كامل نسمي ام ريك، تمام، نوع من نوع امبلويز في المية رو تايب. ايش يعني؟ يعني كانه كل اللي موجودين في الامبلويز الريكورد السجل كامل بياخذ منه فيريبل سما امبريك. نعمل السلكت مره ثانيه نقول سلكت، هلقيت ناخذ نجمه انتو ام ريك فروم employees where employee id equal 100. معناها انه هذه نفس هذه، لكن انا اخذت كل البيانات. لو انا بعوز اطبع بالشكل هذا فبطبع لي ايش؟ امبريك الدوت فيرست نيم بالشكل هذا. انا بطبعه جاب لك ستيف، تمام. فاصبح هذه الطريقه اسهل في الكود من الاولاني. طبعا لو انت عاوزهم واحد واحد بتروح بتقول له سلكت انت ذاك الفيرست نيم، هنا بتروح تكتب دوت ام دوت فيرست نيم، تمام. بالشكل هذا بتكمل واحد قباله، كله كل متغير وقباله بتحط ضد، يعني انت اللي هو اللي جوا الفيلد تبع التيبل هذا. نشوف الامثله اللي موجوده عندنا بالسلايدز. طبعا انا بقول لك هاي الريكورد بالشكل هذا، احنا لو ندخل بندخله بضد بالشكل هذا، وهي الرو تايب وهي ايدنتيفاير. نشوف هذا المثال. هذا المثال اللي عندنا بقول لك انه احنا في عندي امبريك نوعه من نوع امبلويز رو تايب، راح جاب كل البيانات الموظف اللي انت بتدخله رقمه، بعد هيك راح ضافهم في جدول سماه ريتارد امبلوي اللي هو الموظفين المتقاعدين. بعد ما ضافه في الجدول راح اخذ البيانات اللي انضافت هذه الفالز اللي موجوده وين راح ضافهم في جدول ثاني، تمام، اللي هو هنا insert into retard m كذا. طبعا هذه طويله كثير، فهو راح استعاض عنها بطريقه اسهل. قال لك انه انا بعمل select للبيانات هذه بحطها في m brick، بعد ما احطها في m brick بروح بضيف ال m brick هذا في جدول m retard m. نروح نعمل الكلام هذا على السريع. اللي حنعمل حروح نعمل جدول جديد اسمه create table نسميه m retire as select نجمه from employees where مثلا employee id اكبر من 100,000. طبعا ما فيش عندي ولا واحد، انا بس بدي اعمل استراكشر. انا ممكن تحط اي شرط يكون مش موجود، فانا لو طبقنا هذا الكلام نروح نعمل ريفرش. امبريتار تيبل كرييتد. بعد ما نعمل التيبل هذا هنروح نعدل على التيبل تبع الامبلوي. بدي انا اعمل شغله نعدل على التيبل الامبلوي اديت، بدي اضيف له عمود جديد اقول فلان فلاج، يعني علم. الفلاج هذا احطه لمبه
بالشكل هذا. لا، الآن نبدأ نعمل الشغل بتاعنا. هذا خلصنا منه، كان سهل جدا. عرفنا امبريك من نوع امبلوي بيجن. نشوف هنا ايش عمل عندنا. هو عمل سيلكت، انا هعمل سيلكت نجمه للموظف اللي انا بقراه. طلعكم سيلكت استريك انتو ام ريك فروم امبلويز وير الامبلوي اي دي ايكوال اند الاي دي اللي انا عندي. هيك احنا جبنا. بعد هيك بدنا نروح نضيف هذا انسير انتو ام ريتاير فاليوز ام ريك. بعد هيك بدي اعمل ابديت الجدول الامبلويز، اعدل عليه انه صار متقاعد، يعني بدي انقله من هناك واقول له ايه ابديت امبلوي ست فلاج ايكوال واحد وير الامبلوي اي دي بيساوي نقول اللي هو اللي خليها هذه شويه نعمل اكزكيوت 100 امبريك نوع من نوع امبلوي رو تايب نصير فروم امبلوي ور امبلوي اي دي ايكوال خلي 100. ها جابوا هنا انا دوكيومنت ورا امبلوي اي دي انسيرت انتو فاليوز بالشكل هذا امبري. امبريتار نعمله ريفريش امبريتار امبريتار فاليو امبريك المفروض تظبط هذه. شو ما دي فاليو هذا بدنا نشيلها بس شوي. ذكرت كامل يعني المفروض تجيب تو ماني فاليوز امبريك نوع امبلويز المية رو تايب انسيرت انتو امبريك فاليوز. تعبت انا اعطيهم واحد واحد. شوف يمكن انا غلطان في هذه. وهذا ام ريت ما فيش فيها اي تو ماني فاليوز كولوم 1 عشان مفتوح الجدول. اشيل هذا واعمل له ترانكيت الجدول هذا افضيه يعني. امبلويز سيلكت
نجمة امبريك، هذا الامبريك اللي هنا، سواء نشوف ايش ماله، ماله سيلكت نجمة تحط خلينا ناخذ واحد واحد. first name فاصلة last name into m dot first name فاصلة m break dot last. طبعا مش هيظبط معاك لانه هياخده كله هو. هذا نجمة into m break امبريك ونجرب واحد غيره يعني. مية انا في عملية الانسيرت، انسيرت بدي اخذ انسيرت انت ارجعه، انسيرت انتو امبريز values m break. المفروض ما يقوليش تو ابديت او زيد قدمته زيد ادبليكيت كي. طب لو انا بدي اخذ نعمل كوبي من الجدول هذا، وين الامبليز؟ طب هذا جدول ناخذه بالشكل هذا، اديت خدنا الجدول هذا، انا كنت عامل من الاول. شوف ايش اللي too many values، مش عارف ليش بطلع عندي too many values فيها. اروح احذف الجدول هذا واعمله كمان مره، تيبل اعمله دروب كاسكيت براتش تطبيق، واروح اعمل مره ثانيه الجدول هذا كوبي تيبل اديت كولوم دروب ايميل او اديت كولومز، بدي احذف هذا لا، وهذا خلي السالري هذا وهذا وهذا وهذا. أنا آسف، هذا بدنا نشيله، هذا بدنا نشيله، وهذا بدنا نشيله. employee ID بالشكل هذا، وافق. من هنا بدنا نجيب employee ID وال first name وال last name وال salary into break from employee، وهذا نفسه بطلنا نجيب الكلام هذا، نسميه break. وهذا رجعه لمين؟ ام ريت اللي هي البيانات بتبعته، ونجرب مره ثانيه انفاليد ام بريك، رن ستيتمنت ام بي اي دي فيرست نيم لاست نيم سالري، ام بي اي دي فيرست نيم لاست نيم سالري ام ريت run script هيك ضاف. تمام، لو جينا للامبريت بتطلع عليه، هاي ضاف ستيفن وهي الراتب تبعه. هل قدر كان مطلوب من عندنا برضو انه احنا ايش نعمل؟ طبعا ياخذش عدد بيانات معين، انا مش عارف ليش. ممكن وانت بتعمل زي هيك تقول له ابديت امبلويز ست فلان ايكوال 1 where الامبلوي اي دي ايكوال
ريج ام ريج دوت امبلوي اي دي. وهذا ممكن ايش تعمل كمان؟ هذا ممكن تقراه قرايه تحط له اند امبلوي اي دي بالشكل هذا. تمام؟ هيك بتكون انت عرفت انه كيف تتعامل مع الريكورد بشكل بسيط وسهل جدا. انا اسف انه ما ضبطش معانا في الاول، لكن بكل جواد ينكبر. تمام؟ هيك الامور ان شاء الله. هيك قمت انه هيك خزن، هيك بصير انه يمسك ويحطه في جدول ويحط مكانه فلاجه واحد. هذا والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.